لم تشفع له عراقته وقدمه ليصبح عرضة للاندثار بسبب الجشع التجاري والفساد الحكومي. إنه نادي الثورة في مدينة كركوك بمحافظة التأميم، والذي أصبح مهدداً بالإغلاق بسبب عدم إيفاء المستثمر بوعوده وإهمال مرافقه التي باتت غير صالحة لممارسة الرياضة عليها. حققنا إنجازات أنه على مستوى، مع العلم يعني عندنا المصارع عندهم بطل آسيا، عندهم أبطال عرب، عندهم أبطال يعني على العراق على مستوى، يعني نصبح هيك يعني بليلة وضحاها، يعني نلقى النادي مفلش، يعني مع الأسف يعني الأمتى نصبح أنه كله مولات، الأمتى يعني ألف مول أكو في منطقة كركوك. في عام 2016 أصبح النادي خاضعاً لأحد المستثمرين الذي تنصل من وعوده بتطوير النادي وحول معظمه إلى محال تجارية، وأهمل بقية مرافقه في خطوة يقول اللاعبون والقائمون على النادي إنها قد تنهي مسيرة نادي الثورة. من نهاية 2016 تفاجأنا بالمستثمر إجا قال إحنا ماخذين نادي للاستثمار رياضية وتجارية. بدت المماطله من السيد المستثمر، خلينا نقول مماطله. احنا الان في سنه 2023 الاستثمار ماكو، بس مجرد للاغراض التجاريه، متجمع باني محلات يسوي مولات، وهذا النادي بها مشاريع رياضيه، كان مؤسسات رياضيه بها خماسي، بها مسبح، بها ساحه تارتان، بها ساحه سله، بها قاعات، هذا كره قدم، كان ارقى نادي، فريق نادي زوراء يلعب بهذا الساحه. فتفاجأ لحد اليوم كل شيء ما بسويه، فقد يهدم النادي وكل شيء ماكو. رئيس نادي الثورة أكد تنصل المستثمر من وعوده وعدم تنفيذه البنود الخاصة بصيانة الملعب ومرافق النادي الرياضية، بل ذهب للاستفادة من الأراضي التابعة للملعب من خلال بناء محال تجارية عليها. مستثمر شركة نسيم دوكان بمفردات لم تطبق نهائياً، أنه رعاية لمدة 40 سنة، المساهمة في الإنفاق على المشاركات الداخلية والخارجية، بناء هيئة إدارية وإعادة الملعب. هذا الملعب اللي تشوفونه المفروض الآن المستثمر أول ما يبدي بإعادة تأهيل المنشآت الرياضية، ولكن الموجود وواقع الحال غير هذا، مجرد هياكل لمحلات تجارية. لم يمتلك أبناء النادي واللاعبون سوى الاحتجاج على أرض ناديهم الذي أصبح فريسة لطمع المستثمرين في بلد غاب عنه القانون وأصبحت الكلمة العليا فيه لأصحاب المال والسلطة.